نصنع الرجال بمواقف. عرفت أخانا أبا محمد في جلسات التشريع، لم أعرفه من قبل، ولكنه كان مرجعيا في الأصول والتقييد لكل حدث مهم ولكل أمر جلل. عنده من العلم ما يكفي أن يكون من المشرعين رحمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل موت مصيبة وكل فقد مصيبة، ولكن حينما تفقد الأمة قائدا من قاداتها ورجلا من رجالاتها وممن صنعوا تاريخا ليس لنفسه وإنما لقضيته، لأقصار، لفلسطين، لأرضه، يكون الفقد والمصاب والألم بمقدار ما قدم. فنحن فقدنا رجلا ولكنه ليس كبقية الرجال. هنا الفقد الحقيقي، حينما نفقد رجالا كان لهم بصمة واضحة في حياتهم وفي حياة شعبهم وقضيتهم. عليك رحمة الله يا أبا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفنا فيك خيرا إن شاء الله، وإلى جنات الخلد بإذن الله. نحن بإذن الله تعالى نرضى بقدر الله تعالى وقضائه، ونصبر على هذا الفقد سائلين الله تعالى أن يعوضنا خيرا إن شاء الله. هذا يوم يتحسر فيه الغافلون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. المصيبة لمن غفل، لكن لذات أبي محمد فهو قدم وإن شاء الله عند الله في الصالحين ومن الصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.